قابل آلاف الفلسطينيين مساء أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله لدى عودته من مدينة نيويورك بعد إتمام مراسم رفع العلم الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة. وردد الفلسطينيون العديد من الشعارات المؤيدة للخطاب الذي أدلى به عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 70، والذي أدان فيه الاقتحامات الإسرائيلية للأقصى الشريف واعتداءات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين على المرابطين على المرابطين والمرابطات فيه. المزيد في تقرير نبال فرسخ. بعد إتمامه مراسم رفع العلم الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة، عاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليستقبل استقبالاً رسمياً وشعبياً عقب إلقائه الخطاب الذي وصف بالتاريخي أمام الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أعلن فيه التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ودعوتها لتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال. نحن ملتزمون بكل كلمة قلناها هناك لنعمل عليها هنا ونطبقها هنا بإذن الله. بالنسبة لنا في كل المفاصل التي تم ذكرها هي مفاصل قابلة للتنفيذ، وسنعمل على تنفيذها بكل مفاصلها، سواء كان ذلك المتعلق بالاتفاقات مع إسرائيل أو تلك القضايا المتعلقة بالحال الفلسطيني الداخلي. هذه أجندة سيبدأ التطبيق بها. في ظل ما تتعرض له مدينة القدس من حرب شاملة وارتفاع وتيرة الاستيطان واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، وبعد وصول المفاوضات برعاية أمريكية إلى طريق مسدود على مدار أكثر من 20 عاماً، فإن أعلان الرئيس عباس التحرر من الالتزام بالاتفاقيات التي ترفض إسرائيل الالتزام بها هو مطلب شعبي بات من الضروري تطبيقه على أرض الواقع وانتهاج سياسة جديدة في التعامل مع الاحتلال. الجانب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل باستمرار الالتزام من جانب واحد. السؤال اللي كتير ناس بتطرحه، هل هذا يعني اليوم أو بكرة؟ هذا أمر بيقتضي توقيت سليم، إنما هذا هو القرار الفلسطيني، لن نلتزم من جانب واحد بهذه الاتفاقيات. إذا المجتمع الدولي ما تحرك بسرعة، قرارنا خلال توقيت القيادة ستتخذه. وتتعالى المطالبات الفلسطينية الداعية للإسراع في عقد المجلس الوطني لوضع خطاب الرئيس عباس موضع التنفيذ والعمل الجاد لتنفيذ وترجمة قرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي اتخذت في آذار الماضي، والتي تعني وقف التنسيق الأمني وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. إعلان الرئيس الفلسطيني في الأمم المتحدة عن عدم إمكانية التزام الجانب الفلسطيني بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي يبقى السؤال المطروح حالياً عن موعد تطبيق هذه الخطوة وماذا بعدها في ظل ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. من مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله المحتلة، نبال فرسخ، رؤيا.